مساء الخير. عام 2017، يعني من سنتين تقريبا، صادق سيادة الرئيس محمود عباس على قانون الجرائم الإلكترونية لدولة فلسطين، لأنه قانون العقوبات في دولة فلسطين لم يكن يشمل القطاع الإلكتروني كونه قطاع مستجد، وأتى هذا القانون لينظم هذا القطاع من حيث فرض العقوبات على من يخل بالسلوك العام أو التحريض من خلال هاي المواقع، وبالتالي وجب وجود وحدات مختصة ومتخصصة بكافة الجهات القانونية والأمنية في الدولة، بدءا بمكتب النائب العام الذي خصص وحدة كاملة للجرائم الإلكترونية، وكذلك الشرطة الفلسطينية ومعظم جهات الأمن المختصة في هذا المجال. وفي هاي الحلقة سنسلط الضوء على واقع التعاون بين مكتب النائب العام لدولة فلسطين والشرطة الفلسطينية وحماية الأسرة من كل جرائم مواقع التواصل الاجتماعي. أهلاً وسهلاً بكم جميعاً بحلقة جديدة من برنامج الشبكة. الشبكة. بنرحب بشركائنا ببرنامج الشبكة، من مكتب النائب العام لدولة فلسطين الأستاذة نسرين زينة رئيسة نيابة الجرائم الإلكترونية، ومن الشرطة الفلسطينية المقدم سامر الهندي مدير وحدة الجرائم الإلكترونية. اهلا وسهلا فيكم شركائنا، ودائما زي ما بحكيها انا في كل حلقه يمكن صرت ممل نوعا ما، منورينا برضه في البرنامج. نورك. الله يسعدكم. اليوم موضوع حلقتنا عن اولا بعد اقرار القانون او قرار بقانون الجرائم الالكترونيه ب 2017 وتعديله ب 2018 نهائيا، اكيد كان في دور الجرائم الالكترونيه ما قبل القانون، فحابة أعرف من الأستاذ نسرين أولاً عن وجود وحدة للجرائم الإلكترونية ما قبل قانون في النيابة الفلسطينية. بداية مساء الخير. مساء الورد. تم إنشاء قبل إنشاء نيابة الجرائم الإلكترونية في مكتب النائب العام، تم إنشاء وحدة مصغرة، دائرة مصغرة لمتابعة الاتصالات السلكية واللاسلكية في عام 2009. هاي الدائرة هي بدأت تعمل بنطاق صغير، بدأت برسم بعض التفاهمات مع الشركاء لنا في مكتب النائب العام فيما يتعلق بالاتصالات السلكية واللاسلكية تحت الإطار التشريعي لقانون الاتصالات لسنة 1998. بعد ذلك استمر هذا العمل، وكان في تقييم لعمل النيابة العامة، رأت النيابة العامة أنه عدد الاتصالات أو عدد الاحتياجات لهذا النوع من الاتصالات السلكية واللاسلكية بتزايد مستمر. فبدأنا بإحصائيات، الإحصائيات بدأت بال 2014 اللي هي بلشت أنه بلغت عنا الإحصائيات لجرائم الاتصالات السلكية واللاسلكية اللي من خلالها ممكن أنه إحنا نتوصل إما لجريمة إلكترونية أو إلى وسيلة أو إلى أنه تم استخدام أداة لكشف عن جريمة إلكترونية. بال 2014 كان في عنا تزايد من 16500 احتياج، ثم 28000 احتياج، يعني صار في عنا تزايد بنسبة 40 ل 41%. صحيح. طبعا في هذا الأثناء كان في هناك علاقة مستمرة وثيقة مع شركائنا بالشرطة المدنية، ولكن كلها كانت في النطاق الغير منظم أو غير مخصص للجرائم الإلكترونية. صحيح. كان أنه إحنا عارفين وين رايحين، عارفين أنه إحنا دخلنا في عالم آخر وأصبح للتكنولوجيا والتطور التقني دور هام في حياتنا، وممكن أنه نصل من خلاله إلى العديد من الجرائم، ولكن لم يكن في هناك إمكانيات، سواء إمكانيات مادية أو إمكانيات من ناحية بشرية، كوادر بشرية، لم يكن هناك في تجهيزات بشرية، إمكانيات مادية، ما كانش في هناك سياسة منظمة ومحددة ومخصصة في هذا الموضوع، ما كانش في قانون أصلا مقرر، ولم يكن هناك قانون، وهذا كان اللي كان يربط أو زي ما بقولوا يلوي ذراعنا، أنه ما كان في هناك، كان في هناك نقص تشريعي، ما كان في هناك قانون
يسعفنا احنا بنطبق قانون الاردني لسنه 1960 ما فيه عن جرائم الحاسوبيه او فيما تتعلق بالحاسوب والانترنت ما كانت موجوده. فهذا كمان ربطنا فيما يتعلق بالعقوبات او الملاحقات او الى اخره. طبعا كان في هناك بسنه 2003 قانون الاجراءات الجزائيه لسنه 2003، قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2003 وهي الأحكام العامة للإجراءات المتخذة من قبل النيابة العامة في القضايا التحقيقية، ورسم القانون الإجراءات الطرق التي تتعلق بآلية متابعة الاتصالات أو آلية أسس لها بالمادة 51 أنه يجب أن تكون بقرار من النائب العام، يجب أو في بعض القضايا يجب أن يكون في هناك قرار صادر من قاضي الصلح. فيما بعد ذلك كان في طبعا جهود للشرطة المدنية اللي مقدم سامر هو أعلم فيها وأدرى فيها أكثر مني في هذا الموضوع، بس أنا بدي أوصل لمرحلة أنه أصبحنا بحاجة إلى قانون. تم وضع أول مشروع قرار بقانون تم عرضه على مجلس الوزراء في 15/3/2016، تم مناقشته، تم طبعا طرحه على الدائرة على الطاولة مستديرة بحيث أنه شمل جميع الوزارات الأخرى فيما يتعلق إذا هناك أي تعديلات أو أي تحفظات على أي من النصوص ونوقش بالضبط هو نوقش من جميع الدوائر الحكومية، إلا أنه بالنهاية صدر بسنة 2017 ب 25/6/2017 تم تعديله فيما بعد، لأنه أيضا لم يشمل القانون بعض البنود من أهمها الملكية الفكرية. وأعتقد هذا يتعدل لأنه موضوع بالضبط هو رح يكون في هناك تعديلات، وأنا أعتقد أنه رح يكون في هناك تعديلات بحكم أنه القانون يجب أن يواكب التطور التكنولوجي المعاصر للجريمة. هو من مقاييس نجاح أي تشريعات أنه هذه التشريعات يتم تحديثها بما يستجد من جرائم. إحنا لما بنحكي على الجريمة الإلكترونية وجرائم تقنية المعلومات إحنا بنحكي عن جرائم مستحدثة. هاي الجريمة تستحدث، أشكالها تختلف من يوم ليوم، شو هي بتستهدف يعني ممكن يختلف. يعني إحنا في زمانات مثلا قصة الديدوس أتاك وهجمات حجب الخدمة مثلا ما كانش فيه لها حاجة قبل الإنترنت. ليه؟ لأنه ما كانش فيه مثل هذا النوع من الجرائم. بجرائم السرقة يمكن إحنا أكثر من مرة كنا نتناقش إحنا والأستاذ نسرين والنيابة العامة إنه السرقة تعريفها بقانون العقوبات لا ينطبق على السرقة اللي بتصير بطاقات الائتمان والإشي الإلكتروني. صحيح. بالتالي نعم. يعني القانون فالنص كان مش واضح. إحنا اعتمدنا على النصوص وهي إيجابية العامة يعني إحنا اعتمدنا على النصوص العامة أنه بقانون العقوبات لم يحدد الوسيلة، يعني هو أطلقها على إطلاقها بشكل عام عمومية. أنه نعم من استخدم أي وسيلة احتيالية فممكن أن تكون الوسيلة الاحتيالية هي عبر الحاسوب وشبكة الإنترنت. صحيح. هلأ ما قبل إقرار القانون كان في هناك إنشاء أو بتقدر تقولي تحضير للبنية التحتية أو الأرضية الخصبة ما قبل ذلك من طرف النيابة العامة ومن طرف الشرطة المدنية. من طرف النيابة العامة تم بداية إنشاء نيابة متخصصة وهي نيابة الجرائم الإلكترونية ب 21/3/2016. تم تخصيص أعضاء نيابة متخصصين للجرائم الإلكترونية بحيث أنه يتم رفع قدرات أعضاء النيابة المتخصصين، لأنه بده يحقق بجريمة إلكترونية يجب أن يكون على القليل يكون عنده إلمام لو للحد الأدنى تقنيا. صحيح. بالجرائم الإلكترونية بتاريخ 2/1/2017 من قبل عطوفة النائب العام الدكتور أحمد براك. وبعد ذلك طبعا خلال هاي الفترة تم أيضا تدريب الموظفين الإداريين فيما يتعلق بالمضبوطات الإلكترونية، لأنه بدها آلية معينة وأسلوب معين بالتعامل فيها وطريقة استلامها وتسلمها وآلية إرسالها للمختبر الجنائي. صحيح. طبعا تم تدريب أعضاء النيابة بالمجمل، أعضاء النيابة العامة كأعضاء نيابة بجميع التخصصات باختلافها الاقتصادية، لأنه يعني أعتقد مرتبطة دائما أي شيء أي جريمة بالدنيا مرتبطة في نعم. الشيء الإلكتروني. نعم. نعم. لذلك تم تجهيز جميع أعضاء النيابة بتدريبات يعني كأسس في مفهوم الجريمة الإلكترونية وآلية التعامل فيها، لأنه ممكن في أي جريمة اقتصادية نوع اجتماعي أحداث أن يكون في هناك جزء معين يتعلق بالجانب الإلكتروني والتقني. وبعدها تم تخصيص أعضاء نيابة وتم إعطائهم تدريبات تدريبات في الجرائم الإلكترونية على المستوى طبعا المحلي.
واللي احنا كان المقدم سامر الهندي باعتباره انه هو خبير بالجرائم الالكترونيه من قبل المقدم سامر الهندي ومن قبل ايضا قضاء من خارج خارج فلسطين دوليين واقليميين من الاردن من خارج البلاد. صحيح. بشكرك على التوضيح جدا مهم. كان يعرف المواطن انه موضوع الجرائم الالكترونيه او قانون قرار بقانون الجرائم الالكترونيه هو تم بته بعد مشوار طويل من التحضيرات. نعم. وكان مهم هذا الموضوع. اشكرك على الموضوع هذا مقدم سامر. يعني مقدم سامر نحكي اول شيء عن تاسيس الوحده، نرجع بالتاريخ لورا لانه مهم المواطن يعرف انه نحن هنا في خدمته ولمصلحته، فضروري نشرح من وين بلشنا، شو وضعنا الحالي، كم شخص بيشتغلوا على كمية البلاغات الموجودة. نحن عرفنا أنه حوالي في 2018 سكرنا أنه حوالي 2500 بلاغ تقريبا 2500 بلاغ. فمهم نفهم المواطن أنه قديش الشرطة الفلسطينية عم تتعب لحمايته إلكترونيا. تفضل. أشكرك. يعني احنا بالشرطة بداية واقعنا مش كثير بيختلف عن واقع النيابة العامة. يعني قبل ظهور الوحدة كان عندنا احتياجات، هاي الاحتياجات هي جزء من تحقيقاتنا اللي بتقوم فيها الشرطة من جمع الأدلة والبحث والتحري والاستدلالات في موضوع الجرائم المرتكبة. كنا كثير بنحتاج لإشي بيتعلق بالاتصالات، احتياج اتصالات، فكنا دائما على تواصل مع النيابة العامة بهذا الموضوع. لكن احنا يعني بعد 2006-2007 صار واضح انه يعني في انواع جديدة من الجرائم، هاي الجرائم بلشت تظهر، صارت تزيد يوم بعد يوم. يعني احنا عادة في كل عام الشرطة بتقيم عملها خلال السنة، في دراسة تقدم سنويا عن وضع الجريمة بفلسطين. بلش نلاحظ انه في انواع جديدة من الجرائم، في ناس بيجوا بتقدم للشرطة بشكاوى بصراحة هي بعيدة شوي عن الجرائم التقليدية اللي تعودت الشرطة انها تتعامل معها. بلشت تزيد عشرات من الجرائم اللي مرات كنا نكون بالشرطة بصراحة محتارين كيف ننتبه. حد بقول لك انا بتعرض لابتزاز على الفيسبوك او على بالايميل او فالشرطه شعرت بال2013 انه هاي الانواع الجديده من الجريمه بلشت اعدادها تزيد بال2013 خلقت الحاجه. يعني نعم صدر قرار من قياده الشرطه من السيد اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطه باستحداث وحده باسم وحده مكافحه الجرائم الالكترونيه والاتصالات بال2013 وهي وحده من دوائر البحث الجنائي تتبع لاداره البحث الجنائي للمباحث العامه بالشرطه. وهاي الوحده حددت شو مهامها، لها علاقه بمتابعه جرائم الجرائم المستحدثه، جرائم تقنيه المعلومات، المتابعه الالكترونيه، المشاركه في الهجمات اللي تستهدف فلسطين من خارج فلسطين، البحث والتحري وجمع الاستدلالات بالجرائم اللي على الانترنت، بموضوع الادله، الاجهزه التقنيه اللي تستخدم في ارتكاب جرائم، كيف يتم استخراج الادله من هاي الاجهزه. 2013 يعني كانت الفكره والقرار من السيد اللواء مدير عام الشرطه، وبلشنا بالشرطه نجهز انه يعني هذا القرار لتطبيقه على الارض وعشان نوفر يعني خدمه للمواطن بشكل افضل وبشكل شو احتياجاتنا بهذا الموضوع. بلشنا نشتغل بهذا الموضوع بأعداد قليلة، كان من الصعب أنه نجيب أشخاص من داخل الشرطة عندهم الخبرة في التعامل مع هاي النوع من الجرائم. يعني حاولنا مجموعة 4-5 أشخاص وبلشنا نطور عمل الوحدة، قسمناها لوحدة متابعة، لوحدة لمختبر الأدلة الرقمية، لمخزن للأدلة الرقمية. كمان عندنا كان في احتياج بالمحافظات انه لازم يكون في ضباط في افرع المباحث في المحافظات قادرين انهم يتعاملوا مع هاي الجرائم، على الاقل عندهم القدره على انهم يضبطوا الادله، على انهم يتلقوا الشكوى من المواطن، لانه الشكوى الالكترونيه بتختلف جدا كثير والدليل الرقمي بيختلف كثير. صحيح. فبنينا فرق، احنا عندنا 11 محافظه 11 فرع مباحث، فبنينا بكل فرع من 2-3 اشخاص حسب حجم هاي المحافظه. إشي سميناه المستجيب الأول للجريمة الإلكترونية والأدلة الرقمية في هاي المحافظة. قدمنا التدريب ضباط شرطة من الضباط الموجودين بالشرطة، تم اختيارهم بناء على أسس مواصفات معينة موجودة فيهم، وتم تقديم تدريبات متخصصة سواء محلية أو دولية. يعني بلشنا بمجموعة من التدريبات المحلية لقدرنا إن يعني نحدد الأشخاص صح، ولاحقا تم تقديم تدريب خارج فلسطين. الوحدة نفسها احنا عندنا وحدة مركزية واحدة
بسبب قلة الإمكانيات. يعني كان عندنا طرح وإحنا بنأسس إنه نعمل 3 وحدات وسط شمال جنوب عشان إحنا عارفين إنه رح يصير ضغط مستقبلي. الكم رح يزيد والموضوع عم بزيد الشكاوي عم بتزيد. لكن بصراحة الموضوع كثير مكلف إنه ننشئ مثل هاي الوحدات. هاي الوحدات البرامج فيها أدوات تقنية. البرامج والتولز اللي بتستخدمها هي ثمنها عالي. ويعني إحنا محتاجين لتجديد التراخيص سنوياً اللي بنشتغل فيها لأنه كلها بالتحديد لما نحكي على الديجيتال فورنسيك والموبايل فورنسيك اللي هي تشريح الأجهزة الخلوية والأجهزة المكتبية يعني في مقاييس عالمية للتول للبرنامج اللي بنشتغل. من غير الأدوات يعني نفس التولز نفس الأدوات اللي تستخدم في كل المختبرات الجنائية بالعالم هي تستخدم في مختبر الأدلة الرقمية في فلسطين. يمكن إحنا في 2018 مختبر الأدلة الرقمية في الوحدة فحصنا 473 أو 474 مضبوط رقمي. هدول بأغلبهم هم للنيابة العامة يعني وهذا ساعد قطاع العدالة بفلسطين القضاء بالمحاكم إنهم يتخذوا قراراتهم بناء على الدعاوى على أدلة ثابتة أدلة حقيقية أدلة غير قابلة حتى للتشكيك فيها. يعني إحنا البرامج اللي بنشتغل عليها هي برامج معتمدة دوليا نسبة الخطأ فيها تكاد تكون صفر. بالتالي لما إحنا بنجيب دليل من مضبوط رقمي وبنرفعه للنيابة العامة اللي هو بناء على طلب من النيابة العامة إحنا بنشتغل أو بناء على أنه إحنا بنطلب من النيابة العامة يوافقوا لنا على أنه نفحص هاي المضبوطات. يجب أنه ننوه للمشاهدين أنه إحنا دائماً بنخدم من وقتكم أنتوا تحديداً أنتوا عم تشتغلوا في لب وصلب موضوع الجرائم الإلكترونية والشكاوي كلها. أحياناً القضايا ما بتنيمكم وأنا عم بعرف الموضوع هذا جديد وبعرف أنه إحنا كمان ضفنا على رؤوسكم كمان مسؤولية جديدة في البرنامج ولكن يجب نقولكم يعطيكم ألف عافية ونعرف أنه أو على الأقل أنا بلشت أفهم أنه قديش موضوع الجرائم الإلكترونية حساس جدا بتطلب انتباه وسرعة بالحل. فعشان هيك ممكن أيام كتير أنتم ما تناموا وأنتم بتحاولوا تحلوا. فحب أبين للمواطن الفلسطيني عن التعاون اللي ما بين النيابة الفلسطينية وما بين الشرطة الفلسطينية. تفضل أستاذ نسرين. بداية إحنا شركاء وهدفنا هدف واحد إنه إحنا في خدمة المواطن الفلسطيني وتحقيق العدالة. فمن أول ما بلشنا بهذا العمل بداية عملنا هو يقوم على الثقة العمياء فيما بيننا بحكم إنه إحنا لنا هدف واحد نسعى لتحقيق العدالة. في تنسيق فيما بيني وما بين المقدم سامر في القضايا العاجلة وحتى نحافظ على الخصوصية. فهو دائما الاتصال مثلا يجب أن يكون المقدم سامر هو الشخص الوحيد المخول بمتابعة القضايا مع النيابة العامة فيما يتعلق بالقضايا العاجلة طبعا ضمن القنوات الرسمية من مسؤول المباحث العامة العميد أو بالرتبة التي طبعاً بحملها لا عطوفة النائب العام وبتم السير بالإجراءات. بالنسبة لنا إحنا أي عمل أو أي احتياج بتم التعامل فيه ما بيننا وما بين المقدم سامر بيكون دائماً على واضح دقيق. دائماً بيكون عارفين إيش الغاية من هذا الاحتياج وبنعمل معاً في تلبية هذا الاحتياج من أجل طبعاً الوصول إلى الجنة بأسرع وقت ممكن. العدالة ممكن أنه أحياناً بنضغط بحجم الاحتياجات أو بنضغط بالتقنيات اللي بتكون موجودة وأنه لازم أنه نوصل مرات الإمكانيات غير متوافرة بعض الأحيان بالكوادر البشرية الأعداد غير كافية مثلا نقول أنه مثلا المستجيب الأول موجود بالمحافظات صحيح ولكن لا يوجد مثلا مستجيب أول نساء. هون أنا أغاوز مع النساء أنه يجب أن يكون مثلا مستجيب أول من النساء ضروري نعم لأنه في قضايا الابتزاز الإلكتروني بتروح للنساء أكثر. فهاي العملية هي دائما عملية شراكة فيما بيننا وثقة فيما بيننا وهذا ما احنا تعودنا عليه في دولتنا فلسطين ما بين الشرطة المدنية والنيابة العامة. هذا موضوع جميل جدا يعني صراحة. يعني كنت بدي اضيف بداية انا بشكرك بصراحة وفريق عملك وتلفزيون فلسطين. يمكن يعني انت عملت مقدمة انه يعني زدتوا الضغط علينا يمكن انتم اللي بتخففوا الضغط علينا يعني الله. مثل هاي البرامج بصراحه بتدل قديش انتم مسؤولين تلفزيون فلسطين قديش هو تحمل مسؤولياته حتى بهذا الموضوع نعم. وقدم مثل هذا البرنامج التوعوي للمواطنين لانه دائما
ويمكن أنا حكيتها أكثر من مرة، إنه الجريمة فلسطين مرتبطة أكثر بقلة الوعي. صحيح. مثل هاي برامج بترفع وعي المواطن، أنا متأكد إنها بتساعدنا، بتساعد النيابة العامة، وبتقلل أو على الأقل بتسيطر على أعداد الشكاوى والتطبيقات اللي عمالها بتطلع. صحيح. وبالتالي كل الشكر والاحترام لك ولفريق عملي كل التلفزيون. إحنا أصلاً شراكة كنا في الموضوع هذا. إحنا شغالين 24/24 النيابة العامة، وإن كانت يمكن على 7-8 المساء بسكروا مكاتبهم وبضل عندهم حدا أكيد هم مناوب، لكن يعني على 3 الفجر على 5 الفجر الاتصالات دائما موجودة بيننا وبين النيابة العامة والأستاذ نسرين. ويمكن أول ما تعين أنا دائما بعيرهم فيها أول ما تعينت الأستاذ نسرين، يعني إحنا تعودنا إنه يعني يتعاملوا مع رجل، مع أساتذة في النيابة العامة. بنوجه لهم التحية للأستاذ يوسف الطريف والأستاذ إياد جبر والأستاذ إبراهيم حمودي. فإحنا كنا متعودين، وبالتالي بتعرف 3 الصبح 4 الصبح برن عليهم فيش مشكلة. فأول ما تعينت الأستاذ نسرين فقلت طب يعني أنا هيك بدرن عليها على 2 الفجر 3 الفجر. فيوم أنا في اجتماع مع حضرة الأستاذ، بصراحة يعني أنا مرات كثير بالليل بستحي. قالت لي بتستحليش؟ قلت لها أرن عليكي 3 الفجر 4. قالت لي أنا هون رئيسة نيابة الجرائم الإلكترونية، بترن علي 3 الفجر، بترن علي 10 الصبح، هذا عملي مهنتي. وبالتالي بصراحة هذا كثير يعني ما شاء الله عليكم. وصدقوني هذا الموضوع رح يرفع أكثر. إحنا دائما نحكي إنه أهم إشي نرفع سقف الثقة بين المواطن وبين جهات القانون وأيضا بس أنا كان الشرطة. يعني إضافة هيك صغيرة بموضوع المستجيب الأول. هو إحنا في عنا مشكلة بالأعداد بالشرطة، يعني وإحنا بنحاول من خلال ما يتاح لنا من توظيف لكادر جديد بالشرطة إنه الجريمة الإلكترونية تكون موجودة. يعني أعتقد إنه يجب التركيز على الموضوع هذا تحديدا، لأنه الكوادر في يعني موضوع الجريمة الإلكترونية جدا مهم. اليوم صار عنا يعني أكثر من ضابط أنثى موجودة في سواء في الوحدة أو في الفرق كمستجيب أول. كمستجيب أول يعني اليوم عنا بجنين مستجيب أول، عنا بالخليل هذا خلال آخر سنة تم إضافتهم. هلا يعني أنا استغل البرنامج كمان أنه أنا تمكين المرأة تمكين المرأة الفلسطينية. لا هو احتياج، هو إحنا تمكين المرأة مش لأنه نمكن المرأة، لأنه فعلا إحنا كنا نلاحظ أنه الأفرع اللي فيها يعني امرأة بتستقبل الشكوى هذا بيرفع من نسبة الإنجاز، يعني خاصة في المجتمعات المحافظة. يعني إحنا جنين عندنا أعلى محافظة بال2018 من حيث نسبة الإنجاز بالشكاوى ومن حيث الأعداد يعني ما شاء الله. وبالتالي هذا الحكي طبعا الخليل وجنين دائما، وقصة إنه وجود ضابط شرطة أنثى بالخليل وبجنين كان سبب يسهل في رفع طبعا طبعا. كمان إحنا دائما نحاول نغير إجراءاتنا. يمكن يعني إحنا هلا في مشروع إحنا والنيابة العامة بموضوع من يتلقى الشكوى من النساء بموضوع نعم. الابتزاز نعم. هل هم ضباط وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية المباحث ولا ضباط حماية الأسرة؟ ويعني هذا موضوع نقاش إحنا رح نخرج منه خلال وقت قريب، يعني خلال نعم. يمكن أقل من شهر رح يكون في تعليمات واضحة. نعم. واضحة بناء على المشاورات اللي بيننا وبين النيابة العامة وسواسي اللي شغالي معنا بهالموضوع. إنه مين سواسي واليون يومن إنه مين هي الجهة اللي بالشرطة الأفضل إنها تستقبل. يعني إحنا اليوم نستقبل بالزبط. في المباحث، لكن إذا شفنا إنه فعلا هذا الموضوع محتاج بالتحديد بشكاوى النساء ممكن نقدم تدريبات للعاملين في وحدة حماية الأسرة ونخليهم يستقبلوا. يعني هو موضوع نقاش، مصلحة المواطن دائما هي نعم. الأولوية وهي طبعًا. المحرك اللي ويجب التدريب يعني. يجب التدريب بهذا الموضوع. يعني ليش؟ لأنه مأموري الضبط القضائي في البحث الجنائي هم تعودوا على الأدوات التقليدية أو على مسرح الجريمة التقليدي، على الأدلة التقليدية إلى آخره. إحنا هون انتقلنا إلى عالم آخر. فمأمور الضبط القضائي بده يحقق بجرائم الإلكترونية أو إذا كان في هناك أي احتياج إلكتروني يجب أن يكون هو على علم بهاي التقنية. صحيح. لا يمكن لأي مأمور ضبط قضائي بالجرائم التقليدية أن يواكب الاحتياجات وما هو مطلوب سواء كمستجيب أول بالمعايير المطلوبة بسماع أقوال المشتكي أو المشتكية أو أي شخص بإجرام إلكترونية أو بضبط المضبوطات الإلكترونية، لأنه إلها إجراءات محددة وآلية محددة حتى لا نفقد الدليل. صحيح. لأنه بالجرائم الإلكترونية أهم ما فيه هو الدليل الإلكتروني. كمان يجب أن يكون أيضا بالقضاء الفلسطيني أي تقرير خبرة أو أي دليل إلكتروني يجب التعامل فيه حتى لما يتم مناقشته من قبل وكيل النيابة عندما يقدمه كبينة لدى المحكمة بده يعرف كيف بده يقدمه، لأنه هذا دليل إلكتروني يجب أن يكون عارف الأساس التقني له.
يجب كمان أنه يقدر يحلل الدليل الإلكتروني، يقدر يوصله للمحكمة، تقدر المحكمة أنه تربط الدليل الإلكتروني ومدى مشروعية الدليل الإلكتروني اللي تم المتحصل من الأداء الإلكترونية اللي طبعا كان بتقرير خبرة. فهون يجب أن يكون في هناك دائما متابعة أيضا من القضاء ومن النيابة العامة، حتى لو نحن دورنا قانوني أكثر ما هو تقني، ولكن بالجريمة الإلكترونية يجب أن يكون في هناك دراية إلكترونية يعني كحد أدنى. في حد أدنى، وكمان لما إحنا بنحكي عن مرتكب هاي الجريمة هو مش شخص عادي بصراحة، مخادع طبعاً. ذكي، لماح، عنده أفق، هو مقنع لأنه هو بيتقن السوشيال إنجينيرينج والهندسة الاجتماعية. فكثير مرات حتى في المحكمة هو بيستخدم أسلوب الخداع للقاضي، بانه يعني ممكن يقنع القاضي بانه انا والله لما ارتكبت جريمتي ما كنتش، وانا فتت وما عملتش شيء يعني كثير نعم. وبالتالي يعني انا بتقديري انه في كثير دراسات بالعالم حكت انه وجود هيئات قضائيه متخصصه نأمل واحده من يعني اهم نأمل اكيد نتامل دائما انه القضاء يكون برضه مصحوب بقضاء الكتروني نوعا ما. كان في هناك تدريب، كان في هناك لقاء واحد ووحيد مع القضاء، مع هيئة القضاء، مع القضاء محكمة البداية، وكان المقدم سامر الهندي، وكان في هناك نقاش ثري، نقاش مثري جدا، لأنه بالفعل إحنا أصبحنا بحاجة أنه القاضي والنيابة يكونوا عارفين شو هو الدليل الإلكتروني، كيف يتم تحليل الدليل الإلكتروني، كيف يتم تقديمه طبيعي للعداء، كيف يتم ربطه يعني دراسة التقرير الفني، دراسة التقرير الفني بنتائج يعني بالفعل مهم. وبالفعل التقرير الفني اللي هو صادر من المختبر الجنائي الإلكتروني هو مثله مثل التقرير الطبي الشرعي اللي صادر من الطبيب الشرعي في تشريح أي جثة دليل بالضبط، وهو دليل. لذلك فأنه يجب الأخذ فيه، ويجب أن يكون فيه هناك تكاملية في هذا الموضوع، عمل متكامل صحيح، عمل متكامل في هذا الموضوع، فهم متكامل بهذا الموضوع، دراية متكاملة في هذا الموضوع، حتى نصل للعقوبة الرادعة والعقوبة المناسبة اللي هي بموجب النص التشريعي. تمام، أشكركم على الموضوع هذا، ونأمل أكيد أنه يكون العمل متكامل، لأنه دائما إحنا بنحكي إحنا في تطور مستمر ويجب أن نضل مكملين. فنأمل أنه يكون مصاحب القضاء الفلسطيني أيضا قضاء إلكتروني. شكرا لهذه الحلقة الجميلة. الشعب والمواطنين كانوا محتاجين أنه يعرفوا تاريخ تأسيس الوحد المتخصصة بالجرائم الإلكترونية، وكيف وصلنا إلى برنامج الشبكة، وكيف راح نكمل لقدام، ما بنعرف لسه شو راح يصير بالتقنيات لقدام في حياتنا. وشكرا لك أستاذ نسرين، شكرا مقدم سامر. شكرا. العالم اللي إحنا عايشين فيه بواقعه الافتراضي بيحتاج منا التقدم المستمر والتطور الدائم، وأيضا يحتاج منا مواكبة لهذا الواقع. نتمنى أن نتواجد أو تتواجد وحدات مختصة سواء بالشرطة أو بالنيابة وحتى بالقضاء الفلسطيني، آملين أن يحل السلم الأهلي دائما على هالبلد الأمين. نراكم الأسبوع الجاي على خير. سلام.